اعتقد ان لي وحشه اشتقتوا لي صار لي فتره. اسمع اسمع اي طوف انت دق علي قبل 3 ايام رقم غريب الو الا ولد صغير هلا عمي طلال قلت له عمك مولاك تفضل حبيبي عامر عشان يقول والله العظيم ابوي ما يدري اني قاعد اكلمك قلت ابوك ما يدري شنو تبي حبيبي خير المهم انا قلت داق من ورا ابوه اكيد في مشكله مع ابوه قلت عامر حبيبي ايش فيك تدلل قال لي عمي ابوي عنده مشروع غسيل سيارات وكل اشوفه بالبيت ضايق خلقه لانه وايد خسر زين شنو تبي حبيبي عامر قال ودي افاجئه انك انت تسوي له اعلان ما اهان علي اكسر بالولد ما اهان علي صغير ومتعشم فيني ويبي يونس ابوه مسكين فيبشر يبشر وموضوعك خالص ان شاء الله هاليومين ان شاء الله اليوم باكر اليوم باكر على هالخشب وبعدين تعالوا انا اليوم فاتح النار فاتح النار كل سنه يوم الام ويوم الام واخذ دكوره ويعني انا مع امي يعني حبيبتي امي واللي يقول لي معطيني يدك امي ايش فيك حج ايش فيك ايش فيك تبي تبر بامك وابوك اقعد وياهم هاي باي ونسهم قعدتك هدية كل فترة ها ادعي لهم بالخير ابني لهم شغلة مو تقعد تدكر علينا هني بالسناب ترى احنا نعرف وندري ترى يوم واحد تلقى باقي السنة ولا درى عن هوا درى ترك عنك الحكي زي الولد اللي قلت لكم عنه اللي يبي اعلان حق ابوه قاعد طالع محادثته الحين اكتشفت انه من شهر 2 وهو يدزني وانا مو منتبه الله باقونا هنا والهان انا والهان والهان انا هلا 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 شنو عندنا الله بالخير بطلي باقون 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 ابوي باقون وبالمناسبة المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة في الامارات دعتني بدعوة كريمة ان شاء الله في نص رمضان راح اكون عندكم ألقي محاضرة بعنوان الشهرة السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي أهل الإمارات الوعد برمضان أفتح الخاص ألقى أغلب الرسائل يبون أرقام التواصل للإعلام بالكويت هذا الرقم حق الإعلانات في الإمارات هذا الرقم حق الإعلانات والتواصل كله عن طريق رسائل الواتساب موفقين إن شاء الله بس ما لاحظت والناس اللي إحنا نحاربهم وضدهم طفت نارهم ماتوا جت لهم فترة كان ودي أمسك كذي قوتهم وأشيل اللوستين كذي وأكلهم